الحكم. احنا هنشرك معانا كمان يا كابتن ناصر في الحديث كابتن ايمن دجيش الحكم المساعد الدولي السابق، منورنا يا كابتن في برنامج السادسه. تحياتي ليك يا استاذ ساره، وتحياتي لكل المشاهدين، وتحياتي للكابتن ناصر عباس الاخ العزيز اللي دايما بنستفيد منه. يعني كنا بنتكلم يا كابتن عن ان بيبقى في حالات واضحه جدا في التحكيم وممكن الحكم يرجع للفار ومع ذلك ما يحسبش القرار او ما ياخدش القرار الصحيح، زي مثلا ركله جزاء اللي كانت المفروض تتحسب لوليد سليمان. كنا بنقول انه ليه ممكن يبقى الحكم متوفر له كل ده وان هو يرجع للفار ويشوف اللقطه من كذا زاويه ومع ذلك ما تتحسبش او الحكم ياخد القرار الصحيح؟ بص يا استاذه، يعني عايزين مبدئيا كده عايزين نقول ان تقنيه الفار هي طبعا بتوصلنا نسبه كبيره من العداله، يمكن الكابتن ناصر كنت سامعه بيقول، ولكن هي برضو ما بتوصلناش، يعني الناس برضو لازم تبقى عارفه وتبقى عندها علم ان هي ما بتوصلناش لدرجه ال 100% من العداله. يعني احنا علينا بالعداله شويه، وصلنا ل 80% 85%، في حالات كتير في الدوري المصري الفار تدخل فيها وحل فيها، لكن بتقابلك حالات زي اللي حضرتك الحاله اللي فيها حاله وليد سليمان. طبعا دي كانت حاله غريبه، يعني اعتبر ما هو بالظبط احنا متفاهمين جدا يا كابتن، بعتبرها الحاله الاغرب، يعني الاغرب في الدوري بعد ما ابتدى، يعني بعد الايقاف اللي احنا وقفناه، كانت من حكم اجنبي كمان. فالحقيقه كانت غريبه جدا ان انت هل الحكم، هل انت مثلا في حكم يعني ممكن ما اعرفش بيروح يبقى هو عنده كبر شويه، او هو مثلا لما بيتغيير او بيفكر ان هو لما ياخد قرار حد يستدعيه في لعبه ويروح ياخد قرار ثاني، دي بتبقى في حاجه في تعامل نفسي مع الحكم. يعني انا لاحظت الحكم ده بالذات، يعني انا حسيت ان هو خدها كده لما استدعوه، ولكن هي طبعا كانت لعبه صريحه جدا، يعني سهله، يعني سهله تحكيميا، كانت لعبه سهله تحكيميا. احيانا بيحصل، يعني عايزين نتكلم على تقنيه في العموم في الفتره اللي فاتت. بالظبط، كنت عايز اسال حضرتك فعلا عن تقييمك لتطبيق الفار لحد دلوقتي في الدوري المصري. الدوري المصري التقييم الحمد لله احنا وصلنا لمرحله الى حد ما كويسه، لسه قدامنا كتير، لان احنا الايقاف اللي وقفناه بسبب الوباء اللي ربنا يرفعه عننا وعن العالم كله اثر جامد في موضوع التدريب بتاع الحكام. عشان نتكلم بصراحه ونبقى وضوح مع الجماهير ومع الناس لما نتكلم عن التقييم، اكيد طبعا اتفضل يا كابتن، لازم نتكلم بصراحه ان احنا ما خدناش التدريب الكافي. يعني احنا خدنا الموضوع جه بسرعه، كان مفترض ان احنا في الخمس شهور اللي وقف فيهم النشاط دي ان التدريب يستمر والحصول على الرخص والتدريب للحكام يستمر. عشان كده احنا بنلاقي عندنا بعض الحالات اللي احنا بيحصل فيها من قله التدريب بيحصل التعامل مع الحكام، اذا كان من الحكم اللي في الملعب او من الحكم اللي في غرفه الفار، بيحصل بعض الاخطاء لان هو برده معذور، لان هو ما مرش بمرحله اللي هي المطلوبه عدد ساعات للتدريب. يعني الموضوع يحتاج تدريب، لكن احنا التجربه نجحت، لجنه خماسيه افادت الدوري المصري كتير جدا في الفتره اللي فاتت، يمكن في حاجات كتير الفار وصلنا لنسبه كبيره من العداله، لكن في نفس الوقت في بعض حالات يمكن اخرها مثلا حاله امبارح، يعني كان في حاله امبارح مثلا اللي هي كانت الهدف اللي اتلغى للنادي الاهلي، الهدف اللي اتلغى للنادي الاهلي، يمكن هي قصه طبعا عشان يبقى وضوح، يمكن كان في صفاره مستعجله الحكم النهارده، الحكم المفروض ان هو يعمل ديلي يتاخر ويكمل اللعبه، وبعد كده الفار يبقى فيه مراجعه. يمكن الكابتن ناصر قال، يعني هو طبعا قال اتكلم في الموضوع دون فعلا، فطبعا السفاره الناس برضو، عشان احنا بنقول للناس، عشان الناس برضو لازم يبقى عندها ثقافه الفار المشاهدين، يعني طالما لو الحكم طلع السفاره خلاص الفار مالوش تدخل، لان اللعبه هنا حصل فيه ايه؟ اللعبه توقف. طالما اللعبه توقف خلاص مش هيبقى فيه مراجعه، فده اللي حصل في اللعبه بتاعت امبارح. طيب دلوقتي يا كابتن ايمن برضو كنا بنتكلم عن حته ان الحكام بيبقى عندها كبر شويه او بتتضايق شويه بعض الحكام من استدعائهم يعني للفار، بيحس ان هو الثقافه دي ممكن تكون مش موجوده عند بعض الحكام، بيحس ان هو ده معناه ان هو عنده مشاكل. هو انت دخلت حضرتك في حته ثانيه، احنا اتدربنا وعملنا كل حاجه، دخلت في حته برضه هتخش فيها حته الاعداد النفسي شويه. بالظبط، تجربه جديده، والاعداد النفسي عموما مش موجود عندنا، موجود عندنا في التحكيم، وانا قلت كتير وقلت في حته كتير لازم يبقى موجود. الحته دي لازم تبقى موجوده عند الحكام، لازم نعرف ان احنا النهارده كنا بندير المباريات اثنين مساعدين وحكم رابع وحكم في الملعب، اربع حكام مثلا، وكان في حكم اضافي ويتشال. النهارده اللي موجودين في الفار، في غرفه الفار، دول حكام. النهارده احنا بننزل نحكم، المفروض ان احنا موجودين ست حكام.
ثلاثه في الملعب وفي حكم رابع وفي اثنين في غرفه الفار. السته دول زي مع بعض تعاون بينهم للوصول للعدل والوصول للحقيقه والوصول. النجاح نجاح للسته مش نجاح لواحد بس على فكره. يعني التعاون بينهم هو اللي بينجح. لازم طبعًا. لازم الحكام طبعًا. لازم الحكام كلها يوصل لها الكلام ده. لازم يبقى الحكم اللي نازل يحكم هو الحكم اللي في الفار، او لازم الروح تبقى كده. ده اللي احنا اتعودنا عليه في التحكيم. طيب خليك معايا كابتن ايمن. كابتن ناصر برضه احب اشارك حضرتك في الحوار معانا وتتكلم مع كابتن ايمن، انه شايف برضه متفق معايا انه لحد دلوقتي تقنيه الفار اثبتت وجودها في الدوري المصري في ظل الاخطاء التحكيميه الكتير اللي موجوده. ووجه بقى الكلام لكابتن ايمن. هقول لك كابتن ايمن، يمكن بنتكلم في جزء مهم جدا. احنا جينا في فتره من الفترات قبل تطبيق تقنيه الفار كان هناك اخطاء تحكيميه موجوده، واعتقد اثرت في نتائج المباراه. كابتن ايمن، هل الفتره ديت الاخطاء التحكيميه والعداله التحكيميه اتحققت، ولا الفتره اللي هي في تطبيق تقنيه الفار؟ يعني لو رجعنا حضرتك المباريات كلها واحنا متابعين، حضرتك متابع وانا متابع المباريات، رجعنا مباريات كتير كان في الفار فرق فيها كتير جدا جدا جدا، وحاجه كويسه جدا، ووصلنا العداله في ماتشات كتير جدا، وصلنا العداله كتير جدا في بعض في المباريات. لا يعني في نسبه نجاح كويسه ان احنا وصلنا لدرجه الى حد ما كويسه، ما وصلناش على المطلوب، لكن هو كان في مباريات كتيره كان ممكن يبقى فيها. لو يعني احنا ممكن نقول يا كابتن ناصر، لو التجربه لعد انت المباريات، لو التجربه دي ما كانتش موجوده في الدور الثاني كانت هتبقى المشاكل اكتر بكتير ولا لا؟ هو ايمن يقصد ايه ساره؟ يعني هو يقصد حاجه مهمه جدا. على فكره لو احنا عملنا احصائيه لكميه التدخل من الفار في الاسابيع اللي فاتت، على فكره هقول لك على مفاجاه، ان هناك قرارات كتيره اتدخل فيها الفار، وزي ما بنقول كان الفار هو قراره الصحيح نتيجه ان الاخطاء التحكيميه كانت كتيره، والحكام هنا يعني نتيجه التعويل على الفار وهو ده عارف المطلوب. ان في فار، هو ده المطلوب من تطبيق التقنيه. اللي انا عاوز اقوله بقى يا ساره، عارفه ايه هي؟ هو ان انا بقول للحكم وانت جاي تحكم من فضلك انسى ان في فار، وده على فكره موجود في البروتوكول. يعني ايه؟ انت اعتمد على نفسك، اعتمد على نفسك انك انت ما تحطش في دماغك ان الفار طالما موجود انت تكسل تكسل وما تجريش وما تروحش في الزاويه المناسبه. حاول تجتهد وتحدي نفسك انك انت ممكن تقول انا مش هروح للفار خالص، بس ده على شرط انك انت تبقى مجتهد وتجتهد. تمام كابتن ناصر، خليني اشكر كابتن ايمن دجيش، كنت منورنا في برنامج السادسه.